انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناة على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، مليون ومئة وستين الف اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. اول ما الكنيسه وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. كتب أحد النصارى تعليق على أحد الفيديوهات المنشورة على القناة وقال في بداية كل فيديو بتحط الكلام المش مفهوم وحد بيقول احنا مش عارفين نرد عليها وده عايز وقت. هو كلام متركب ولا ما عندكيش اتهامات واضحة وصريحة؟ انت شفتي ايه شر في المسيحية علشان تتكلمي كده؟ وبعدين لو صحيح شفت في الاسلام الدين الحق، انت ليه لسه بتحاربي وتهاجمي الناس؟ الانسان المؤمن ما بيهاجم، بيرضى بقضاء ربنا وبيكون معتكف بدينه وما بيحاربش. المسلم المحترم بيحترم كل الأديان، فأنا بشك أن أنت مؤمنة مسلمة أو هتبقي مؤمنة في يوم من الأيام، أنت بس جواكي حرب وحقد. وهبدأ على بركة الله بالرد على التعليق ده من خلال تقسيمه إلى عدة نقاط. أولاً، الاتهام بأني بحط في بداية كل فيديو كلام مش مفهوم لواحد بيقول إحنا مش عارفين نرد عليها وده عايز وقت، وان الكلام ده متركب ومتفبرك وما عنديش اي اتهامات واضحة وصريحة. طبعا الشخص ده بيتكلم عن المقدمة اللي بيتم وضعها في بداية كل فيديو لمجموعة من المنصرين وقنوات التنصير اللي بتعترف اني كان في واحدة اسمها غادة صابر فيليب تركت المسيحية واعتنقت الاسلام وغيرت اسمها الى نهى محمد احمد السيد. وسبب نشر هذه المقدمة كان رد على اتهامات النصارى في التعليقات بإني مسلمة من الأساس، ومنها على سبيل المثال تعليق بيقول عرضت فيديوهاتك لواحد سوري مسيحي قال هذه من شكلها ما عمرها كانت مسيحية، هذه مسلمة من الوكالة، حلفت له إنك كنت مسيحية لم يصدقني. وتعليق من نصراني بيقول انت عمرك ما كنت مسيحية واتحداك تكوني عرفت المسيح في يوم من الايام. وتعليق تاني بيقول انت مش مسيحية. ونصراني بيقول لما تكذبين وتقولين بانك مسيحية ومصدومة. واتهام النصراني بيقول ده انت ما تعرفيش اي كلمة عن الكتاب المقدس، وحتى فهمك للكتاب المقدس فهم اسلامي غير مسيحي، ودي اكتر حاجة كشفاكي في انك في الاساس غير مسيحية وبتدعي مسيحيتك لغرض الشهرة وتجميل شكل الاسلام. ونختم بالتعليق ده اللي بيقول انت مسلمة ابا عن جد وفيديوهاتك مضروبة ولا يصدقها عاقل. واعتقد من وقت نشر المقدمة دي محدش كتب تعليق وقال اني مسلمة من الاساس وعمري ما كنت مسيحية، وبالتالي سديت الباب على المتفلسفين اللي مش عارفين يردوا على المادة العلمية اللي بقدمها. اما الواحد اللي بيقول عليه انه بيردد كلام مش مفهوم وانه مش عارف يرد، يقصد المنصر رحومة الحرامي اللي اختلس اموال الحفل الخيري بجامعة المنيا وهرب لامريكا. ولو عايز يعرف حقيقة الشخص ده يكتب بس على جوجل رحومة الحرامي او المنصر رحومة، هيعرف انه راجل معروف جدا عندهم وبيعتبروه مثل اعلى. وادي يا سيدي المقطع اللي بتقول عليه متفبرك. هذا زوج المدعوة غادة صابر عم خيل، دي اغنى دي 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 نمرة واحد في اليوتيوب دلوقتي. المهم اخواتنا المسيحيين
ما يدخلوش يسمعوها ويحاربوها. ارجوكوا، ده انا مش عايز منكم حاجه. محدش انا عايزك المفروض ما يخشلهاش على يوتيوب خالص ولا حد ما تخشوش على ما تشهرهاش. دي بتقول وسخات بذاءات، ما تشهرهاش، كفايه اللي بيعملوه المسلمين. وطبعا رحومة ده استضاف الأراجوز علشان يهمد ويدلس، وبعد كده يشاء الله سبحانه وتعالى انه يفضحه ويفضح رحومة كمان. لما طلع واعترف ان رحومة اتفق معاه يطلع يسب ويشتم في الاسلام وفي شخصي، مقابل ايه؟ مقابل الدولارات. وان رحومة ضحك عليه وما بعتلوش الفلوس اللي اتفقوا عليها. انا عملت الحلقة دي، هو كان وعدني ان يساعدني ويبعث لي فلوس، وانا قلت له ان يعني الكنيسه هنا بتساعدني وجاب لي سكن ب 450,000 45,000، وقلت له انا مش لاقي اكل العيال، هو ما بعتليش اي حاجه خالص. قال لي بعد الحلقه حوالها هتجيلك، ولا في حوالها جت ولا في اي حاجه شفتها منه تاني. كل يوم بلغ، بعد راح هو عمل لي بلوك، عمل بلوك على الماسنجر عشان ما بعد طلب مني اطلع معاه تاني الفيديو تاني. قلت له مش هطلع في فيديو تاني، انا ما خدتش حساب الحلقه الفيديو اللي انت عملته، انا عايز اكل العيال، انا غاوي اطلع على النت، انا عايز اكل العيال، انا عايز الناس تعرفني واكل العيال، اجيب لهم اكل العيال، عيش حتى ما فيش. ولكن هو برضه اصر انه ما فيش اي حاجه، عباره عن اي حد بعت له اي حاجه ياخدها وما يرضاش يديني اي حاجه، ما فيش حاجه وصلت. أظن بقى الرسالة كده وصلت وعرفت القصة كاملة. ولو عايز تعرف أكتر عن موضوع خير ورحومة أكتب لك روابط الحلقات اللي عملتها عن كل التسريبات في صندوق الوصف أسفل الفيديو إن شاء الله. ثانيا، أنت بتقول أنت شفتي إيه شر في المسيحية علشان تتكلمي كده. طيب الشر اللي أنا شفته في المسيحية كان بسبب اعتناق الإسلام. لما قررت اعتنق الإسلام تم اختطافي وحبسي في الدير، وبعد ما عرفت بفضل الله أهرب منهم طلعوا على قنواتهم الفضائية وقالوا أني مخطوفة، وأن زملاء المسلمين قطفوني بالرغم أنهم عارفين كويس جدا وكنت عندهم في الدير بعد إشهار إسلامي. ولما طلعت وقلت أنا مش مخطوفة ووضحت أسباب اعتناق الإسلام وتركي للمسيحية بالأدلة والبراهين، حرموني من أولادي وبعت رحومة الحرامي علشان يساومني أرجع المسيحية ويرجع لأولادي. ولما فضحته سجلت له كل المكالمات اللي بيأكد فيها تواطئ الكنيسة ورجالها أدياء المحبة في حرماني من أطفالي علشان أسلمت، استضاف طليقي وبدأ يتهمني بالدعارة ويقول إني رحت الإسلام علشان الدعارة والإسلام دين زنا وحسبي الله ونعم الوكيل. فحضرتك دي حرب وهم اللي بدأوا والبادي أظلم. وبالرغم من كل الظلم ده اللي أنا بتعرض له من أدعياء المحبة إلا أني برضو برد عليهم بأدب وبدافع عن نفسي وعن ديني اللي اعتنقته، وبرد على الإهانات اللي بيوجهها أدعياء المحبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان برد على النجاسات اللي بتطلع من رحومة الحرامي وزكريا بطرس اللي زرعوا الأنبا شنودة علشان يهاجم الإسلام. وتذكر مرة لما أحد الإعلاميين سأله عن أكاذيب القمص زكريا بطرس القذر وشتمه وسبه للإسلام ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال للمسلمين إنهم يردوا عليه. ماذا لم نجد تصريحا من الكنيسة القبطية إنه يا جماعة زكريا بطرس ده اللي بيهين الإسلام كل يوم إحنا ضده، بلاش نشلحه أو نحرمه أو نعمل أي حاجة فيه. يعني بس إيه؟ لأنه عشان المسلمين يحسوا إنه يعني إن فضيلتك مش موافق على الكلام ده. قلت لك هاجمه، انا سالتك انت عجبك الكلام اللي بيقوله؟ شوف لحضرتك، انا حاليا يندر ان انا اسمع الصوت، ما بشوفش الحاجات دي، لكن زمان سمعت بعض الحاجات. وبعدين كان بيقول انا بتساءل والجا للشيوخ المسلمين الافاضل ردوا علي، يردوا علي. فأصبح في حوار بينه وبين شيخ مسلمين يردوا عليه. دي مسألة حوار. فأنا بقى بعمل بنصيحة الأنبا شنودة وبرد على الأكاذيب اللي بيرددها المنصرين وأتباعهم على الإسلام، وبرد على الإدعاءات اللي بيتهموني بيها أدعياء المحبة.
ثالثا انت بتقول لو صحيح شفت في الاسلام الدين الحق، انت ليه لسه بتحاربي وتهاجمي الناس؟ الانسان المؤمن ما بيهاجم، بيرضى بقضاء ربنا وبيكون معتكف بدينه وما بيحاربش. المسلم المحترم بيحترم كل الاديان. انا مش بهاجم المسيحية ولا بحارب المسيحية، علماء واباء مفسرين مسيحيين ورجال الدين المسيحي هم اللي بيشتموا المسيحية، فانا بوضح ما في كتبكم وعقيدتكم ردا على اساءتكم للاسلام والنبي الاسلام صلى الله عليه وسلم. طيب اسمع كده وانت تعرف هل انا اللي اخترعت الكلام ده ولا رجال دينك وكنيستك. حزقيال 23. وكان ليا كلام الرب: يا ابن آدم، كان في ستتين بنات أم واحدة زنوا في مصر في صباهم، هناك اتزغزغ صدرهم وهناك اتزغزغت حلمات البكارة بتاعتهم. ايه المصايب دي يا جماعة؟ بس ايه الوساخة دي كلها؟ انا واسمهم أهولة الكبيرة وأهوليبة أختها، وكانوا ليا وخلفوا ولاد وبنات، واسمهم السامرة أهولة وأورشليم أهوليبة، وزنت أهولة وهي مرتبطة بي، وعشقة اللي بيحبوها أشور القريبين اللي لابسين بنفسجي ولاو حكام، كلهم شبان شهوة فرسان ركبين الخيل، فدفعت لهم أجرة زناها للي اختارتهم من كل ولاد أشور، وتنجست بكل اللي عشقتهم بكل الأصنام بتاعتهم، وما سابتش الزنا بتاعها من مصر كمان، لأنهم ناموا معاها في صباها وزغزغوا حلمات البكارة بتاعتها. ايه الوساخة دي كلها؟ انا وده كلام قاله واحد مسيحي اسمه رامي سمير فرج مينا، والكلام ده موجود في كتاب بتؤمنوا بيه انه كتاب مقدس. واللي فسر الكلام ده وقال عليه انه كلام وسخ واحد من علماء المسيحية، وكان اب اعتراف الانبا شنودة، وهو الأب متى المسكين اللي قال في كتابه النبوة والأنبياء في العهد القديم صفحة 227: سوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها وصورها. 24 إصحاحا يفتتح بهم حزقيال نبوتي عليهم، فيها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان، هذا من جهة الإنسان، وكل غضي وعقاب بكل أنواع العذابات المعروفة من جهة الله. والذي نخرج به من هذه الإصحاحات أيها القارئ العزيز أن الله صعب، صعب ومريع جدا، وويل وويل لمن يستهين بلطفه وطول أناته. وده اعتراف واضح وصريح من الأب متى المسكين أن الكتاب المقدس فيه كلام وسخ. وممكن أنت تقول ده رأي شخصي للأب متى المسكين، أقول لك لا طبعا، مش رأي الأب متى المسكين لوحده، لأن في كتاب رسالة حزقيال يذكر المؤلف أن نصوص حزقيال من العدد 16 للعدد 23 هي إباحية ولا يحب المسيحيين قراءتها في الكنائس. بعد سلاسل النسب في سفر أخبار الأيام الأول تأتي مباشرة الاستعارات الصارخة لحزقيال 16 و23 باعتبارها من الأصحاحات التي لا يستحب تلاوتها في الكنائس، وبالمثل من غير المرجح أن يتم الوعظ منها، فهي طويلة وقد تتضمن عبارات خادشة وتعبيراتها في بعض الأماكن صراحة إباحية. في الواقع أنه من الصعب أن نتخيل حزقيال هو يسكب هذا السيل من الصور الشهوانية النبوية دون أن يتعرض للحرج المبرح والإشمئزاز. وبكده أكون وضحت لك مين اللي بيهاجم وبيحارب المسيحية. فاللي قال أن الكتاب المقدس محرف هم المسيحيين، واللي قال ان مفيش حلال وحرام في المسيحية هم المسيحيين. المسيحية ما فيهاش حاجة اسمها حلال واسمها حرام، صح؟ في المسيحية مفيش حاجة اسمها حرام وحلال. واللي قال اننا بنعبد ثلاثة آلهة مش بنعبد إله واحد هم المسيحيين. الله اللي احنا نؤمن دي ثلاثة مش واحد. الله اللي احنا نؤمن دي ثلاثة مش واحد. في كتير من شعبنا من غير ما يقصدوا
بيفهموا الثالوث بطريقة سابيليوس، إن الله زمان كان اسمه الآب، لما اتولد من العذراء بقى اسمه الابن، وعشان كده الناس تحتار يقول لك طب هو المسيح كان بيتكلم مع مين؟ نقول لهم يتكلم مع الآب. الله مش هو المسيح هو الآب؟ نقول لا مش هو الآب. معقول؟ يعني احنا عندنا اتنين نقول عندنا ثلاثة، نقول عندنا ثلاثة، نقول عندنا ثلاثة. واللي أهان السيد المسيح وقال عليه أنتم من نسل ساقطات وجدات زانيات هم المسيحيين. لما يقول من يبقى تذكر الأم. طب احنا منتظرين أم يعني مثالية تطلع تاني أم مذكورة في الأنساب برضو من نفس العينة. رحاب دي كانت شغلتها ايه؟ شغلتها زانية، حاجة صعبة قوي. يعني ثمار تزينت بلبس خطية ورحاب التانية شغلتها الخطية. طب وده كله يذكر في متى واحد أول صفحة كده، يعني مفروض ده مجد ربنا يسوع له المجد. والجدير بالملاحظة أنه البشير متى بيذكر عدة نساء منهن طبعا ثمار ورعوث المؤابية، بت شبع اللي كانت طبعا لداود، وأيضا بيتكلم عن رحاب الزانية. يمكن ما عندهم تاريخ مشرف، لكن نعمة الله غيرتهم، وإنه الفداء هذا بيشمل كل الناس، إنه دم المسيح يطهر، وإنه الشخص حتى الفاسد يطهر بدم المسيح ويصبح من أشراف شعب الله. حتى الناس الغير مشرفة أصبحت في سلسلة نسب المسيح. يعني أنت معترف معايا إن نسل يسوع زواني وزانيات وأولاد زنا، صح؟ هو أبي وأنا ما قلتلكش لا، مية هو مختار، هو ده اللي أنا إيه؟ هو ده اللي هو ده اللي طيب. واللي أهان المسيح وقال عليه دودة وضعيف هم المسيحيين. ربكم دودة. ربكم دودة لأنهم أخذوها بالمعنى الحرفي اللفظي، مش بالمعنى الرمزي الكناية. دودة يعني ضعيف. ضعيف. في صفة الإنسان أنا مش الإله الجبار. صح. أنا تركت القوة والجبروت وصرت ضعيفا لأجلكم. واللي أهان المسيح وبيفتخر وبيشكر ربنا إنه اتفى عليه هم المسيحيين. لقيت إني كنت تقريبا في سن ابتدائي، وكان عندي واحدة صاحبتي في الكنيسة كانت دايما لما يقولوا لنا صلوا مع بعض كانت تصلي كده: يا رب شكرا إنك قبلت إنه يتفى عليك وتتصلب علشان. حقيقي أول مرة سمعت منها الصلاة دي كنت مستغربة قوي اللي بتقوله، وكنت أول مرة أخد بالي إنه إتهان قوي كده، علشان عايزين نتعلم إن في كل مرة نصلي فيها نبقى بنشكره بنفس الصلاة اللي كانت صاحبتي بتصليها، ونقول له شكرا، شكرا إنك قبلت إنه يتفى عليك وتتصلب عليك. ودي كانت الأدلة على إن نوع السيد مش بتشتم ولا بتهين المسيحية. للأسف أنتوا اللي بتهينوا المسيح عليه السلام. أما الإسلام رفع قدره وجعله مبارك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وأم السيدة مريم من أطهر نساء العالمين. رابعا، أنت بتقول أنا بشك أن أنت مؤمنة مسلمة أو هتبقي مؤمنة في يوم من الأيام، أنت بس جواكي حرب وحقد. بص بقى، أنا مؤمنة ومسلمة ولله الحمد، وديني هو هويتي وأسلوب حياتي، ومبادئ السلام والتسامح بيشكل جزء أساسي من تعليم الإسلام. لا يوجد في داخلي أي حقد أو رغبة في الحرب، بل أسعى دائما للسلام والتسامح مع الآخرين. قد قمت بتوضيح هذه النقاط مرارا وتكرارا، وأرجو أن تكون هذه الأدلة كافية لتبين لك أن تصرفاتي تعكس قيم السلام والمحبة التي يدعو إليها الإسلام. وعندما أراد الله بي الخير رفضت الخرافة وبحثت عن الحق، وعلمت أن النجاة في الدنيا والآخرة في اتباع الحق. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى الحق، فردد دائما: اللهم أرني الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وفي نهاية الحلقة أسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.